السلام عليكم الشباب، هذا من أفضل التطبيقات الموجودة على جوجل بلاي لقراءة القرآن الكريم. تطبيق رائع جدا جدا وبدون إعلانات، قامت بإتاحة هذا التطبيق أعتقد مؤسسة خيرية، وهذا التطبيق لا يوجد أي إعلانات عليه. من المميزات الرائعة في هذا التطبيق خط رائع واضح جدا جدا، وعندما تقوم بالنقر على آية معينة يعطيك بعض الخيارات، مثلا خيار التلاوة. الآن لو قمت بالنقر على التلاوة، الحمد لله رب العالمين، سوف يتم قراءة هذه الآية، وتقوم أيضا باختيار اسم القارئ، كثير من القراء، وأيضا هنالك خيارات أخرى كثيرة جدا. لو قمت بالنقر هنا كما تشاهد الصور الموجودة والأرباع والأجزاء وأشياء أخرى كثيرة، وأيضا هنا الأجزاء كما تشاهد. اسم تطبيق آية القرآن الكريم، لو قمنا هنا بالنقر على الترس سوف يتم إدراج بعض الخيارات، مثلا خلفية سوداء، مظهر داكن، وبعض الخيارات الأخرى. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة لإصدارك الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.